يعني كانت قضية غزة، الناس تقتل يوميا، ما شافوهاش بأن الناس تقتل يوميا أكثر من شهر، باش مجلس الأمن يجتمع باش يقول الحرب هذه لازم نشوف كيفاش نوقفوها ولا يعني. وكان كاد في إسرائيل هذيك المقتلة هذيك المجزرة خليوها ساعة واحدة تبقى، خليوها ساعة واحدة تبقى. ولهذا يعني الحقيقة في الوضع اللي احنا فيه في موقف دفاعي بالنسبة لهذه القوى المهيمنة اللي عندها مخططات نخشاها جدا. نكونوا حذرين، نكونوا حكماء وما نعرضوش بلادنا للخطر، لكن في نفس الوقت ما نخليوش الإهانة تنزل علينا أو نضرب بأننا جبناء. لا، الشعب الجزائري مو جبان، الشعب الجزائري مو جبان. إذن المساهمة نتاعكم وأصواتكم هامة جدا، لأن فيه رئيس واحد ما فيش زوج، اللي تحبوه صوتوا معه، ما تحبوش صوتوا ضده. عندكم الخيار في الساحة، ربما فيه برنامج آخر يساعدكم، صوتوا معه. بارك الله فيك، شكرا، الله يعزك. من بعد 10 سنوات في السلطة يكفيني شرفا أنني كنت رئيسكم ل10 سنوات، يكفيني شرفا يعني صراحة. يشهد الله تبارك وتعالى على ما أقول، يشهد الله تبارك وتعالى على ما أقول. فإذا كان بدكم التغيير، هذا اللي تجيبوه يكون قوي كذلك بسندكم، ولكن لا كونتينيتي كذلك نحب نكون شاعر بسندكم. طيب إذا معايا، شكرا جزيلا، هذاك ما نحب. بارك الله فيك، شكرا جزيلا.